السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف غسل الميت؟ بداية يستر الميت إذا كان أمام الجميع أو مكشوف، ولكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل من قبل أفراد عائلته أو أي شخص محرما عليه. هذا الشرط الأول. يغسل بماء وسدر بشكل طبيعي، ويكفن في أزراره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطي رأسه ولا وجهه نهائيا، يبقى مكشوفا، ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا الأمر، أو أعتقد أنك وصلتك المعلومة اللازمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إلى اللقاء، وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة.